تحياتي لك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني زي ما أنت بتقول النهاردة مران مسائي فقط بالنسبة للفريق، استعدادا لأولى مباراة النادي الأهلي الودية في المعسكر الخارجي أمام فريق أولمبيا سولفيني. التدريب يمكن النهاردة كان المفروض إن هو يكون في تمام الساعة الخامسة، لكن الجهاز الفني فضل إن المران يكون في تمام الساعة الثالثة مساء، وده بسبب طبعا وجود الدوليين واللي انضموا لمعسكر النادي الاهلي النهارده. يعني في حدود كانت الساعه 2 ظهرا، يعني عشان تزيد من الراحه للدوليين ويكونوا لائقين اكثر لخوض المران النهارده، ففضل الجهاز الفني ان يكون المران الساعه 6. الامور كلها ماشيه بشكل جيد، يعني المران خلاص ابتدى منذ حوالي 3 4 دقائق.